قد علا هاسما جيش العدا في كربلا هاشمي لا أبالي بالردى ومباق الموت في الثغر حلا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة أيها الأعزاء في زين العابدين، كنت أتأمل في الأيام التي خلت وأنا أسمع أحاديث عن زين العابدين، ذكرى زين العابدين من العهد، من محطات عديدة في العراق وفي إيران وفي باكستان وفي أماكن أخرى من هذا العالم، يمكن حتى أسماءها كنا لا نعرفها. كنت أفكر بمسألة، أنه عندما جاء ذكرى زين العابدين ضغطت الأحاديث اتجهت كلها إلى زين العابدين. زين العابدين بالنسبة للعبد الفقير يعني كلمة واحدة، يعني في شفرة لزين العابدين هي القرآن، لأن صيحته الشهيرة كلمته الشهيرة في العالم وعندنا أنه لا يستوحش من شيء، لو مات من بين المشرق والمغرب هو في الأنس الأنيس ما دام القرآن معه، ما دام القرآن معه. إذن بين زين العابدين والقرآن السر، حقيقة جدير هذا السر أن يلاحق بكثير من الأدب، بكثير من الطموح، من الولع، من الولع لازم، يعني يحتاج هذا الأمر إلى الولع حتى يمكن أن نعطى من هذا السر. كثرة التفكير بالموضوع، يعني فن التفكير، يقول عباقرة التفكير أهل الفن في التفكير، يقولون فن التفكير نوع من التحريض، نوع من إعادة النظر مرات ومرات ومرة حتى نصل إلى حتى بعلم علم الكهرباء التحريض مسألة مهمة حتى يصير الليزر يضوي، يعني يعمل انفلاق ما، إشراق ما. كيف فكرت بعلاقة، يعني الآن بعد زمان أنا أفكر كيف زين العابدين عبر عن نفسه وفق رتبته. يعني هلا بين إيدينا أربعة أعمال لزين العابدين: المشهور بالسجاد، المشهور عندنا بملك الإنس والجن لأنه ملك العبادة وزين العباد سواء بين الإنس وبين الجن، وما بناء على الآية، يعني الأحكام تنطلق من الآيات الكريمة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه العبادة التي عرف زين العابدين بزين العابدين، كل العابدين هو زينه. للتعرف إلى الإمام الرابع زين العابدين يمكن أن نرى في آثاره الأربعة: أدعية الأيام السبعة، المناجيات الخمسة عشرة، رسالة الحقوق، ثم الأدعية العامة التي هي في التقليد الشائع مثلا هنا هي 54 دعاء. هل الأربعة التي، يعني هذا الرباع بيمثل زين العابدين، بيمثل الكعبة، بيمثل أربع جهات، قلت اليوم هذا المساء، هذا الليل الذي مضى، فكرت تفكيرا جديدا، دعني
بحكي أجري تجربة على آخر نص في الصحيفة السجلية، وهو نص مناجاة الزاهدين. يعني لماذا الإمام زين العابدين جعل مناجاة الزاهدين تاجا لكل هذه الأعمال؟ مناجاة الزاهدين نص يبدو يعني يدعو: إلهي أسكنتنا دارا، وإلى آخر القضية. لكن حاولت لمحا ما أنه هو رابع، وأول أعماله الأدعية الأيام السبعة. أدعية الأيام السبعة كل الناس بيعرفوا: الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة، السبت. هذه أيام مشهورة شعبية عامة. قلت: يا ترى إذا ضربنا رقم رتبة الإمام بين الأئمة بعدد الأيام شو بيكون؟ أربعة بسبعة بيكون 28. حلو، 28 ليش؟ لأنه أنا كتير متقص أو أسعى وراء تشكيلات زين العابدين، يعني كيف بيشكلوا للدعاء، كيف يبني، كيف يعمر الكلمة مع الكلمة، كيف يعمر الأول المناجاة مع آخرها، كيف يعمر أول دعاء الثلاثاء مع آخره. كتير قلنا عنه أنه إذا بدنا نطلق لقب فلسفي، أفترض أن زين العابدين فيلسوف الأسلوبيات. نحن بفلسفة الحسين زين العابدين بيجي الأسلوبيات، يعني كيف زين العابدين بيخليك تقرأ يوم الأحد كأنما أنت الآن قرأت كل الكتب المقدسة؟ كيف إذا قرأت دعاء يوم الثلاثاء كأنما أغناك عن كل شيء، وضعك في جو؟ هذه الأسلوبية التي لزين العابدين ماذا تفعل؟ كيف؟ مع التفكير بهذا الأمر، أسلوبيات زين العابدين، وقد نحن اليوم في الحديث 19، تركناكم مع الحديث 18، وقلت لكم أظن في الحديث 18 أنه السورة 18 يعني سورة الكهف تتم عني الحديث. الآن بعد أن صرحت بالرقمين 4 و7 يعني بالضرب، 4 × 7 = 28، يعني بالتالي زين العابدين أبجدية. لكن كيف نفهم هذه الأبجدية؟ يعني كيف ممكن نشوف نص، أي نص من زين العابدين؟ أنا طبقت على النص الأخير الزاهدين، مناجاة الزاهدين، وضربت 4 × 7 = 28، وتحولت عندي هذه القضية إلى 28 نص، 28 فقرة. بس فقرة من زين العابدين ماذا تعني؟ كيف إذا قال زين العابدين مثلا: إلهي واغرس في أفئدتنا أشجار محبتك، لو ندخل هيك: واغرس في أفئدتنا أشجار محبتك. هذا كلام، شوفي اقروها في السياق، شوفوا بالصحيفة، اقرأوها كما هي. إن شاء الله سأضع بين أيدي الإخوة النص كيف أقطعه وفقا لفقر نهج البلاغة، زي الفقر: إلهي واغرس في أفئدتنا أشجار محبتي. كلام قليل ممكن يحفظه طفل بثوان من الدقيقة، بدقيقة: إلهي واغرس في
أفئدتنا أشجار محبتك. بس أسعد علي عم بيقول إنه زين العابدين أبجدية، زين العابدين فيلسوف أسلوبيات وليس أسلوبيات يعني هيك أسلوب شامي ولا أسلوب بغدادي، أسلوب معنوي ولا مبنوي، لا، فيلسوف أسلوبيات بمعنى الأسلوبيات المقارنة. كيف بتحس؟ طبعا الأسلوبيات المقارنة في أحاديثنا السابقة قلنا إنه هي أسلوبيات مقارنة بمعنى أنها علم لمستقبل يجيء، علم مستقبل بعيد بعيد بعيد. شو يعني بعيد؟ هو بكل عيد، هو عيد للأول والآخر، هو في الزمن الآتي. إلى متى يظل الزمن يجيء؟ هذا علم، علم الأسلوبيات المقارنة بما كشف لي من كلام زين العابدين. حقيقة الأمر أنا الآن مزدحم كتير مزدحم على شاشتي الكلام المتنوع والكثير، ولكن لابد لنا أن نعمل تنسيق كما تقول جدته الزهراء فرض الله العدل تنسيقا للقلوب. هلا أنا بدي أقول أفرض على نفسي التفكير تنسيقا لقطارات ولمراكب أفكار زين العابدين التي تزدحم عندما يقول إلهي واغرس في أفئدتنا أشجار محبتك. قلوا لي بالله هيك حاول حاول مرق لنا شيء، يعني خلينا نشوف شيء. شو هالتعجب؟ لماذا أنت متعجب؟ شو هي القضية؟ كل القضية خمس كلمات، واغرس في أفئدتنا أشجار محبتك، صح؟ بس أنتوا شايفين مثلا إبراهيم هون، شايفين داود هون، شايفين موسى هون في الخمس كلمات؟ ما أعرف. شايفين المسيح مثلا هون؟ شايفين آدم في هالحكي؟ واغرس في أفئدتنا أشجار محبتك. علماء الأساليب، علماء الثقافة، شيوخ الطرق، مهندسو العمارة، مهندسو الكهرباء، مهندسو الطرق، مهندسو الجسور، علماء الفضاء، أكيد بيفهموا كتير من معنى الأفئدة. الأفئدة كلمة تاخذنا فورا إلى أكيد إلى إبراهيم عليه السلام، لأن إبراهيم الآن كي حتى تتنفسوا في القضية خذوا الآية مثلا، اقرأوا في سورة إبراهيم، شوفوا الآية أظن 37 من سورة إبراهيم كيف بتحكي حكاية إنه إبراهيم ما يحكي مع الله، يقول له إنه أنا أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ويقول لماذا؟ العلة ليقيموا الصلاة هيك. لا، أنا أطلب منك يا رب أن تجعل أفئدة من الخلق تأوي أو تهوي إليهم. لا أقرأ الآية قراءة آية، أقرأ الآية يعني فقط لكي افتح بواباتها. إذن قصة إبراهيم إنه كيف أخذ هاجر وإسماعيل وأنزلهما في مكة في واد لا شجر فيه لا ماء فيه، ووصف بالقرآن بأنه غير ذي زرع. طلب من الله أن يجعل أفئدة من الناس تهوي إلى هؤلاء اللاجئين أو إلى هذين اللاجئين إسماعيل
وأم إسماعيل، ثم جعل طلبا رزقا لهم من كل الثمرات. إذن كلام زين العابدين أنه يا رب إلهي واغرس في أفئدتنا أشجار محبتك. إذن بالنسبة